هكذا قد تنطقي أو حتى نرتقي نترفع عن الأخطاء بشكل منطقي. إذا كان المخ من طفلي من مخ صعب نشفي من دخ ما رح نسمي فهمني هلا شو صفي عما أنقص بالمنطق حتى تفهمني نتواصل بالمودة والمحبة لا تسمعني لحتى نعمر البلاد والزاد نلتقي حتى سامح يا خوفي أنت فيك ولاقي مكانك روح أخطاء أمومك يا شب سلبيتنا أفكارنا اللي أحيانا بتبعد عن تربيتنا ما في عنا حل وسط نبني بدون غلط حتى نرتقي نرجع نلتقي بهي البلد بس ما حدا فهمان كيف نحن فينا ساعد نكون كنا واحد بس بالعكس عم نبعد الحلول لأنه المخ مقفول عن هالحكي طيب أوكي روح غدا قد نلتقي. تجري جميع الأحداث في خيالنا وفي جو افتراضي بالكامل، لذلك كل تشابه مع الواقع الذي نعيشه هو افتراضك أنت أخي المشاهد. لذلك أرجوك لا تغلطنا. شكراً. تجري أحداث هذه الحلقة في غرفة عمليات إحدى المستشفيات والتي من خلال غرفة عملياتها تحاول إيقاف الحرب، لكن هل فعلا أوقف الحرب؟ هل فعلا ستوقف الحرب؟ هل فعلا ستستمر الحرب للأبد؟ هل فعلا يوجد من يريد إيقاف الحرب؟ هل فعلا يوجد حرب؟ أم أن ما نعيشه وعاشته البشرية من اقتتال هو شيء طبيعي ويجب أن يكون ضمن دورة الحياة على هذا الكوكب لنكون بشرا؟ لكن مع تاريخ الحروب الحافل، هل فعلا نحن بشر؟ أهلا بكم في غرفة إيقاف العمليات الحربية في مشفاكم. غدا قد نلتقي. ألو 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 ألو، هذا أنت؟ نعم يا سيدي، نعم. أوقف الحرب، هل فعلا أوقف الحرب؟ شو هل فعلا؟ بشرفك بدك اشرح لك هل فعلا على التليفون؟ مو يعني وإذا مو مفهومة من قبلكم، يعني تخيل إني اشرح لك إياها على التليفون هلأ. إيه بيصير ما بقى في داعي لكل الحلقة. إيه ما في داعي تشوف الحلقة لا أنت ولا الإخوة المشاهدين متحملين غلاصتك لهلأ وغلاصة تليفونك اللي بتتصل كل مرة. نعم يا سيدي، مو معقول يعني قبل كل حلقة معير انك تحكي، بس يعني انه يقولوا فايف بتفوت حضرتها انه شو بدك تطلع بكل حلقة؟ اوقف تليفوناتك يا حبيبي، بدنا نشتغل. اي والله لا، وبيسكر الخط بكل وقاحة. دكتور امجد، السلام عليكم. اهلا دكتور ناصر. اهلا وسهلا. شوفي الحوار. يا حوار لك الحوار يا زلمة، شو بك الحوار؟ صرنا في كذا سنة. الحوار. نعم. شو بك؟ لك عفراش الموت صار. مين أخذوا عفراش الموت؟ لك والله ما بعرف، أنا دخلت على الغرفة اللي حاطينا فيه، يعني صرنا قديش حاطينه ومدكنين وهيك، عم دور على ما لقيته على تخته. دورت ولا شفته نازل من تخته ورايح لحاله عفراش الموت. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألو يا مقسم؟ اعطيني الكافيتيريا. ايوه الو. ايه مرحبا ابو شادي، يعطيك العافيه يا ابني. ايه اعطينا الدكاتره من عندك اذا بتريد. مميز كثير انت وسندويشاتك. ايوه دكتور حسام، لو سمحت
خذ الدكتور ويام وخذ الدكتوره تسنيم وبتروحوا على فراش الموت، على غرفه فراش الموت، وبتاخذوا الحوار وبتحطوه بالعنايه المركزه فورا. هي خطوره انه يضل على فراش الموت، يساحب حاله رايح على فراش الموت فورا بتنفذوا. يعطيكم العافيه. ماشي؟ لك ليش مطول؟ فورا فورا. لك ايه سندويشه؟ اترك السندويشه من ايدك وروح. هذا الحوار اذا ضل على فراش الموت كارثه. الو 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 دكتور امجد. دكتور امجد. ايوه مين؟ لك شو بك ناصر يا زلمه ناصر؟ شو بدك؟ لك المصالحه الوطنيه. شو بك المصالحه الوطنيه؟ شو بك صارت بالعنايه المشدده؟ لك مين اخذها على العنايه المشدده؟ لهلا ما طلعت؟ لهلا ما طلعت، شو عرفتي؟ لا شو بدنا نعمل هلا؟ شو بدنا نسوي؟ شو؟ بدنا نحلها. طب إذا المصالحة الوطنية بالعناية المشددة والحوار على فراش الموت والشباب قاعدين بالكافيتيريا عند أبو شادي وعم يأكلوا، وأنا شو أنا كيف بدي أكمل الحلقة؟ أوقفوا الحرب، أنا كيف بدي أكملها؟ خيو أنا يعني شو هالشغل هذا يا شباب؟ أنا عندي حل، حكيني للا. إيه؟ ليك شو رأيك نجيبه لهون؟ شو تجيبه لهون؟ شو تجيبه؟ نجيبه لهون. مين هو؟ لك الحوار. الحوار إيه؟ وين لهون؟ لك هون هون على غرفة العمليات، بنحطه بنشطحه على التخت وبنعمل له اللازم. شو؟ طيب اسمع، بس انت بدك تتحمل مسؤولية. شو على مسؤوليتي يا زلمة؟ شباب كل شغلة والتانية، كل ما صارت قصة بتقول لي على مسؤوليتي، على مسؤوليتنا كلياتنا، ولا بنتركه هيك للحوار؟ صرنا ماشيين في 5 سنين، خلاص يروح ينشطح. الو دكتور حسام؟ لا لا، هذا حوار جانبي انا وزميلي الدكتور ناصر. اي نعم. لك خود دكتور ويام والدكتور تسنيم هو على فراش الموت فورا، مش حطونا الحوار على غرفة العمليات على السريع. يعطيك العافية، عملنا اللي علينا والباقي على ربنا. ربنا يستر. انا بعرف ما بتنسيني بلادي وطينك من طيني، شو صار حتى ظلمتيني بالحرب بالحرب بالحرب. أهلا بكم في موجز لأهم وآخر الأنباء من الفضائية السورية. صرح مصدر مسؤول جدا أن الحالة الحرجة التي وصل إليها الحوار بين الأطراف والجهات الأربعة سيمهد لإعلان انتهاء حالة الحرب على أراضي وطننا الحبيب، وذلك بعد بتر الأطراف اليمنى والقضاء على جهتي الشمال والغرب المتآمرتين. ومن جهة أخرى صرح ذات المصدر أن غرفة عمليات الحرب بصدد إجراء عملية إسعافية سريعة للحوار قد تودي بحياته وعلى إثره توقف الحرب. كان هذا كل شيء في موجزنا، نلقاكم في مواجز أخرى. معركة أروك 2271 قبل الميلاد انتصر فيها سيرجون الأكادي. معركة مجدو 1457 قبل الميلاد انتصر فيها تحتمس الثالث. معركة قادش 1296 قبل الميلاد لم تنتهي بشكل حاسم بين رمسيس الثاني والحثيين. معركة قرر 853 قبل الميلاد انتصار غير حاسم للآشوريين على تحالف دول الشام. معركة كركميش 605 قبل الميلاد انتصار الكلدانيين على الفراعنة. الحرب على سوريا منذ قبل الميلاد حتى للأسف وصلنا لمرحلة صار البعض يقول كرمال الله وقفوا الحرب، انسوا الإرهابيين فترة وشوفوا الإرهاب الداخلي يلي عم يصير فينا. والبعض بيقول لك لا توقف، لا هالحرب لا توقفها، ضد الإرهاب تحديدا لا توقفها، اقضي عليه، انتقم لأخي ولجاري ولرفيق عمري يلي استشهدوا كرمالي. لا توقفوا الحرب لأنه أخي مخطوف وبدي أعرف وينه، بأي سجن وبأي معتقل، إذا عايش ولا ميت. والبعض بيقولك افتح كل الجهات سوا، افتح كل الجهات سوا، مو بس لا توقف، سوا افتحها، حارب الإرهاب وحارب داعش الداخل وحارب الفساد، 3 خطوط متوازية. ايه ايه والله بس هيك بتحقق النتيجة.
وبتوقف الحرب وبتكتب سوريا، سوريا المنتصر. لاشينكوف وسيمينوف ونتاريو وابو لور دون كلاون بوركانو، كلاشينكوف وسيمينوف ودكتاريو وابو لور دون كلاون وبوركانو، كلن علقوا عنا على الساحة عنا، كلن علقوا عنا على الساحة عنا. اوف 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 اوف. الو نعم، غرفة عمليات الحرب، مين معي؟ اهلين يا اختي. لا لسه ما صار شي. بالله مبين؟ عم يقولوا. مين اللي عم يقول؟ ودخليك؟ اها اها، اي من تم لبواب السما يا رب. دخليك على اي اذاعة عم تشوفي هالاخبار؟ اها ايه كتير منيح، خليكي على هالاذاعات هي، ولا تنسي تشوفي نشرة الاخبار تبع الساعة 8:30 المساء على معدة فاضية. ايه ايه، لا لا تقربي على الفيسبوك، مالك فيه بنوم، وكتري سوائل اخبارية سورية. لا الميادين ما بتضر، بس ليكي ديري بالك يعني بدك تخففي شوي من كمال خلف. لك لا هو ظريف، ايه بس اثاره الجانبية كتيرة. اها فهمتي علي؟ لك يا اختي شو انا ما عندي غيرك، خلصينا بقى سكري الحوار. ايه عم ننعشو، قال نعشو وشوف ما انعشو. لك حبيبتي شو انا ما في وراي غيرك، سكري بقى في تليفونات كتير بدي استقبلها. يلا مع السلامة. دكتور امجاد شو صار معكم؟ ها؟ شباب طمنونا شو صار معكم يا شباب؟ حقيقة مستوى ضغط الدم منخفض. ايش هذا فيه دم اساسا؟ لو فيه دم كان وصل لنتيجة. دكتور امجد، دكتور امجد. يا دكتور ناصر. واطي. خرجوا لك؟ لا زلمة نبضوا نبضوا واطي. ليش كم نبض عم ينبض؟ شو كيف؟ قديش نبضوا؟ لك يا زلمة يا دوبو يا دوبو ها كل ست شهور نبضة. بشرفة؟ لا بالنبضة. لا حول الله يا ربي، شو هذا ست شهور نبضة؟ مو معقول أبدا. حصل. ما معي ساعة هات لشو؟ لا مو معقول. شو؟ هذا يا أما ساعتها خربانة يا أما نبضة واقف، مو معقول ست شهور نبضة. لا واقف. أكد لي منه يا دكتور ناصر هذا الحكي مو مزبوط أبدا. زلمة والله مو مزبوط أبدا شو هالحكي. دكتور ويام؟ دكتور ويام؟ أيوه. الضغط الحوار من عندك كيف؟ ضغط ضغط. لا الضغط ممتاز، ما في ضغط بالمرة يعني يا دوب سرسف ما يعب الجارد. لا حول ولا قوة. دكتور حسام. أيوة. التنفس لو سمحت. مثل ما أنك شايف ما في شيء. ما في شيء أبدا أبدا أبدا، لا ضغط ولا تنفس ولا. لا بدكم تتأكدوا لنا، شوفوا الحالة الشخصية. خيو خيو سيلي هاي المواضيع هاي كلها. أنا تسمع رأيي لازم ضروري جدا نعلن وفاته ونوقف الحرب. لا شو؟ لا لا أعقن تعلن وفاته، عم يجينا اتصالات خير الله من شأنه، عم يسألوا عليه العالم. لا مدام هيك أنا شو رأيكم يعني نحن ندفنه على السكيتي ولا مين شاف ولا مين دري. لك شو ندفنه؟ ما ندفنه يا زلمة، ندفنه يا حبيب قلبي. يعني هلأ أنا برأيي هذا ننقله على فراش الموت وبس تخلص الحرب نبقى ندفنه. خلاص يا شباب كلينيكيا الحوار مات. لا وليش عم تقولها بصوت واطي يا أمجاد؟ قولها وخلي هالدنيا كلها تسمع. لكن عشون عشون ما أساسي كلينيكيا. ألو غرفة عمليات الحرب، مين معي؟ يا أهلا وسهلا حياتي. بدك تعيش حوار وبدك تعيش عشون عشون من عشو. أنا بعرف ما بتنسيني وطينك من طيني، شو صار حتى ظلمتيني
عاحد علمنا عاحد علمنا أن أشرس الحروب والمواجهات العسكرية هي تلك التي استندت إلى خلافات عقائدية أو رؤى عرقية متطرفة أو شيفونية إيديولوجية، يعني متعصبة لأفكارها، وكانت جميعها منطلقة من الرغبة في تسيد العالم وحكمه عبر أفكار سياسية وفكرية خاصة بأصحابها. عاحد علمنا. معركة ماراثون 490 قبل الميلاد انتصر فيها الأثينيون على الفرس. الحرب الصقلية الأولى 480 قبل الميلاد هزم فيها هلميقار أمام إغريق صقيليا. معركة ممر ثرموبيل 480 قبل الميلاد نصر صعب للفرس على أسبارتا. معركة سيلاميث أو سيلاميش 480 قبل الميلاد انتصار الأسطول الأثيني على الأسطول الفارسي. معركة بلاتابا 479 قبل الميلاد كمان الإغريق ينتصرون فيها على الفرس. حرب صقيليا الثانية 409 قبل الميلاد الحرب على سوريا. منذ قبل الميلاد حتى يمكن البعض يقلنا أنه إيه وأي حرب بدك توقف، يعني ضد الإرهاب، يعني مثلا ضد الفساد بدك توقف، ضد الحرامية، حرب تصفيه الحسابات بين المسؤولين، حرب المستفيدين من الأزمة، حرب العصابات يلي انعملت وصاروا قادرين على تهديد الحكومة والدولة وقتل عناصر الشرطة وتخويف الناس مثل ما عم بيصير ببعض الأرياف وكله باسم الدولة، يعني هاي بدك توقف الحرب. بس هدول يلي عديناهم على فكرة يصير نقدر نوقفهم وقتها منوقف الحرب، وقتها أكيد منوقف الحرب ومنكتب الاسم سوريا المنتصر. حرب حزيران انتهت، فكل حرب بعدها ونحن طيبون. أخبارنا جيدة وحالنا والحمد لله على أحسن ما يكون. جمر النراجيل على أحسن ما يكون، وطاولات الزهر ما زالت على أحسن ما يكون، والقهوة المرة بالهال على أحسن ما يكون، والقمر المزروع في سمائنا مدور الوجه على أحسن ما يكون. أهلا بكم في موجز لأهم وآخر الأنباء من قناة الدراما. صرح مصدر رفيع المستوى جدا أن مسلسل الحالة التي وصلت إليها المصالحة الوطنية جيدة للغاية، حيث نقلت من غرفة العناية الفائقة إلى غرفة فائقة العناية مع إمكانية إجراء عمل جراحي لتطويل المسلسل ليصبح مناسبا للعرض الرمضاني. وقد وقع نجوم الجزء الأول من العمل على الجزء الثاني قبل قراءة التعديلات، وذلك بسبب الحاجة المادية، مما قد يؤدي إلى خلاف عند بروفات الطاولة الأولى، وسيؤدي حتما إلى وفاة المصالحة الوطنية وبالتالي إيقاف الحرب. كان هذا كل شيء في موجزنا، نلقاكم في مواجز أخرى. لا انت عم جد معقولة كل هالتليفونات اللي عم بترن ومالك سامع وما عم ترد وعم تدخن كمان؟ وحياة الله انك فظيع، هات لهون غرفة عمليات هاي هلا امجد بعدين بالبداية. هيك خلاص نبا لسه ما قضيت ليها رد على التليفونات تضربن بالاطباء، تعال هات يلا هون. الو اهلا وسهلا غرفة العمليات، من معي؟ اه كيف فيني ساعدك؟ والله يا اخي الحمد لله الحمد لله، انعشناه ورجعناه على فراش الموت. لساتك عم تسالي عن الحوار؟ ايه رجعناه لانه محتاجين للغرفه من شان المصالحه الوطنيه. ايه
ان شاء الله قريبا قريبا رح نوافيكم بكل التفاصيل. تفاصيل باي باي. ايه يلا معك مع السلامه. يا جماعه شو عملت يا مستقوم؟ بالعكس انا بفسدها. لك هي مصالحه وطنيه، هي ما بدها فسخ. ساعدهم ساعدهم. لكم انت من ورا كمان المقصد تبعك. لا حبيبي هي مصالحه وطنيه شغل رجال، انا مالي علاقه. طعم شو تقيله ولو؟ لك لكان لكان هي مصالحه وطنيه ما هدنه. لك صحيح على سيره الهدنه، شو صار فيها هي؟ مش عارفه؟ لا خطفوها هدوك واتهموا هدول. اسكت يا زلمه. لك شو هالحكي هاد؟ ما في اخبار عنا؟ لك ما في داعي، ما في داعي لهالاخبار بقى، خطفوها وخلصونا منا. لا عما المصالحه لك، نحن بحاله ايقاف حرب، بلا هدنا بلا بطيخ. لك حاج تتسائل وحاج رح تموت المصالحه. شو نعمل لها يعني؟ المصالحه ما بتموت. شو عم تعمل انت؟ شكسبير؟ عشرة. هات لشوف. جاهز المصالحة الوطنية للعملية؟ تعال هلا قبل العملية، تعال تعال. شوف. عاوزك شوف. بدك تخلصنا مشان انا برأيي خلص خليه بالنعاش ونحن ما دخلنا، نعاش عاش والنعاش يعني يصطفي. هلا ما هذا حكي؟ هي هذا مقترح يا دكتور ناصر. لازم نلحق مصالحة وطنية، ما بصير كيف نوقف الحرب وما بتكون المصالحة الوطنية بخير. ولك يا دكتور عمجد، يا دكتور عمجد أنا والله معك قلبا وقالبا، بس يعني خلص خليها تيجي لحالها، نحن ما دخلنا، لأنه بحياتها ما رح ترضي حدا من الطرفين. لا لا لا، هذا نحن بنعمل اللي علينا والباقي على ربنا. اتكل على الله، بس تذكر أنا حذرتك. ها وأنا حذرت. يلا شباب، دكتور التخدير وينه؟ غرق بالبحر وهو رايح على ألمانيا بالبلد. العمى؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يلا قولي الشعب مو ناقصه تخدير. لا لا ما في داعي، ما في داعي أصلا، ما في داعي له، لأنه المصالحة الوطنية مشي حالة. مشي حالة لا تقولها. شوف دكتور ويام، رجع لورا رجع لورا. مصالحة وطنية. شو يا مصالحة وطنية؟ شو شو دكتور؟ مصالحة الوطنية ماتت. وليش عم تقولها بصوت واطي يا أمجد؟ قولها وخلي هالدنيا كلها تسمع. يا عشوق 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 ولكن عشوق عشوق. عدو غرفة عمليات الحرب هي أنا بعرف ما بتنسيني بلادي وطينك من طيني، شو صار حتى ظلمتيني بالحرب بالحرب بالحرب. عاحد علمنا عاحد علمنا عاحد علمنا بعد تجارب عديدة والاختيارات الخاطئة بوضع الشخص غير المناسب بالمكان المناسب، يا ترى بس تخلص هالحرب رح نشوف شي شخص واحد مناسب بالمكان المناسب؟ يتساءل متأملون انه أوقفوا هالحرب على القليلة قبل يوم القيامة. عاحد علمنا معركة كوناكسا 401 قبل الميلاد، معركة على العرش الفارسي، معركة تيجرا 375 قبل الميلاد بين الطيبة وأسبارتا، معركة كيرونيا 338 قبل الميلاد انتصار فيليب المقدوني على أثينا وأسبارتا، معركة إيسوس 333 قبل الميلاد انتصار الإسكندر الأكبر على الفورس، حرب على سوريا منذ قبل الميلاد حتى بيطلع لك خبر انه تسريح اكثر من 9000 موظف بسبب الفساد. روح يلا والله يلا بلش شغل، الشغل المزبوط كمان بلش وبلشت الحرب ضد الفساد. بس لحظة بكل دول العالم ولا شغلات احيانا بنفكرها سخيفة، يعني المسؤولين بيستقيلوا. لك ايه كيف اذا طلع عندك 10000 موظف فاسد؟
لما بتصير محاربة الفساد للجميع بنقدر نقول وبكل ثقة أوقفوها، ومنعرف مين المنتصر وبثقة سوريا. البيت بيتنا، الأرض لأبونا، البيت بيتنا، الأرض لأبونا، وبأي عين جايين ينهبونا. أهلا بكم في موجز لأهم وآخر الأنباء من الإخبارية السورية. عقدت المعارضة السورية اجتماعها 170 بعد 5000 في فندق تركيا بلاست 5 ستار، ولم يتمخض الاجتماع عن اتفاق حول الدعوة التي توجهت بها بعض الدول الصديقة والشقيقة لوقف الحرب في سوريا، مبررة عدم الاتفاق لسبب تناحة بعض الفصائل تجاه تفاصيل تخص السيطرة على مناطق خارج سيطرتها. وأعرب المبعوث الأمني إلى المؤتمر أن جميع الفصائل كل على حدة اتجه إليه طالبا تسوية أوضاعه والعودة إلى حضن الوطن المفتوح دائما. كان هذا كل شيء في موجزنا، نلقاكم في مواجز أخرى. اصلا كل البلا منك ومن افكارك وافكار اللي مثلك، لكننا عايشين احلى عيشه والبلد طالعه بطلوع. اجيتوا وخربتوا لنا اياها وعملتوا لنا هذه هويتي وحريه، وعملتوا لنا هي الحرب وما عم نعرف كيف نوقفها واذا لازم نوقفها ولا لا. حسام لك حسام، انا من الصبح ساكت لك بس لانه نحن اطباء مثل بعض، بس انه 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 انت تيجي تتجاوز حدودك وتغلط، لا لا ما بسمح لك فيها ابدا. بعدين انتبه، انا لما بعجب برأي معارض هيدا ما معنى ابدا اني عم ساهم بخربان البلد. وبعدين الشكل الطبيعي يا حبيبي، الشكل الطبيعي يكون على الطاوله فيه زيت وزعتر وجبنه بيض. عجب بيضه علينا لسه كل واحد اجالي معارضه لابس لي وش الحمل الوديع، وكله من وراء افكار استعماريه وانكلو صهيونيه شكل فستونيه. لك لك لك، شايف هالكف؟ شايفه شايفه، هيدا في 5 أصابع. ليك 1 2 3 4 5، شايف هيدا كمان في 5 أصابع. زين لتحت ولك لتحت أكتر أكتر، هيدا كمان في 5 وهيدا كمان في 5. يا حسام يا حبيبي، يعني ما كل أصابعك مثل بعض، وهيك المعارضة الشريفة. لك يا شباب حدا يجي يساعدنا، عنا حالة إسعاف فيه. خير 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 شوي 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 شوي. شو خير شو صاير؟ حادث على طريق المطار. كأني شايف المصابين. لك هذا المعارضة. ايه عمرها ما تريش المعارضة. لك شيلة 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 المعارضة. المعارضة قال شيلة. شوي 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 شوي. لك شو بكون هون؟ شو بكون اصوات قطع على برا؟ خير ان شاء الله استاذ. جهزتوا العمليات يا شباب؟ دكتور هاي الحالة أبداً ما لازم تفوت على غرفة عمليات إيقاف الحرب. ولك خلاص لك. ولك ولك أنا ساكت لك من الصبح، حاجتي تفرعن حاجتي تفرعن. لك شو ما تدخل ها؟ شو ما تدخل؟ نتركها بلا يعني تنزف لحتى تموت ها؟ ولا ولا نقتلها نحن بيدينا لأنه دخلت على الإسعاف يا العم. إيه بالناس من هيك معارضة؟ بس ما حدا قال لك تسوق 220 على طرقات نزفتها. إيه عفوا المزفتة ما بيمعنا يعني فيها تسوق 110. لا يا جماعة هذا الحكي ما بيصير إنسانياً. نحن لازم نعالج الحالة بعدين مشان نوقف الحرب. أنا ما بمد إيدي عليها. ولك أنا بكسر إيدك. خلاص إذا بتمد عليها ما في داعي لكل هالحكي يا شباب. المعارضة عطتكم عمرها. والله كنت متوقع. ليش عم تقولها بصوت واطي يا أمجد؟ لك قولها وخلي الدنيا كلها تسمع. ولك عاشة المعارضة، عاشة المعارضة نعشوها. ولك نعشان عشان هاي. اعمل له تنفس. معكم دكتورة تسليم من غرفة عمليات الحرب. هي بعد عايشة سكرني اليوم. علمنا.
أحد علمنا أن أحد أهم الطرق المؤدية لانتهاء الحرب والأزمة هو قطع رؤوس الفساد. انتهت المعلومة وشكراً لإصغائكم. أحد علمنا. الحرب الصقلية الثالثة 315 قبل الميلاد بين القرطاجيين وديكتاتور سيراكوسا، معركة إبسوس 302 قبل الميلاد، انتصر فيها بطليموس سالكوس على أنتيغونيوس. وعلى فكرة في غيرهم كتير إذا بتكون قبل الميلاد هيك، وصولا للحرب على سوريا منذ قبل الميلاد حتى إذا بدك تجي تبحث عن أسباب إطالة هالأزمة وهالحرب، على الأغرب تنجلط. لا وتنجلط يعني كل نقطة بجسمك، مو جلطة واحدة تجي بالقلب، يعني موجة جلطات. هلا بيقولوا لك لو توقف الدعم وتدفق المسلحين وغيره كانت خلصت. طب هاي أخي، هاي مناطق كتير، يعني بابا عمر القصير مثلا وقف التدفق الأسلحة من الشقيقة لبنان، واللي هنيك عم يدعموا. طب ليش ما كملتوا على الباقي، على باقي الجبهات والجهات؟ بنعرف في حسابات عسكرية وسياسية، وهي يعني وهي أدرى فيها يعني، وما دخلنا نحن. بس البعض بيقول لك إنه السبب نقص مثلا، يعني هيك تخمينات، ما نحن لازم نسأل، إنه نقص في العناصر، تخلف الشباب عن الالتحاق بالخدمة. والبعض بيقول لك السبب هو الخيانة، لأنه بعض ضعاف النفوس عم يمرقوا مطلوبين وسيارات مفخخة بالملايين ودفاع بتمر، وصار في حواجز إلى أسماء رنانة، حاجز المليون، حاجز الجولواز الأحمر، حاجز الحجاب الحاجز غيره، شو بده؟ وهذا لحاله بده حلقات وهيهات هيهات يا أبو الزلف. هيك يعني شبه عايشين ولا مجال لرفع هذا الشعار تبع أوقفوا الحرب، لأنه بس نوقفها لازم نعرف مين المنتصر. ما نوقفها وهدول موجودين، لازم نعرف مين المنتصر. لما نوقفها بدك تكتب، اسم سوريا هيك، سوريا المنتصر. لا تصالح ولو منحوك الذهب. قتلى حين أفقر عينيك، ثم أثبت جوهرتين مكانهما. هل ترى؟ هي أشياء لا تشترى، إنها الحرب قد تثقل القلب، لكن خلفك عار العرب. لا تصالح ولا تتوخى الهرب. أهلا بكم في موجز أخبار التربوية السورية. أعلن البارحة نتائج امتحانات المرحلة الأخيرة من حرب الشهادة الثانوية التي نعيشها، حيث استشهد عدد كبير من المتقدمين نتيجة استهدافهم بأسئلة من نوع هاون وغاز وصاروخ جهنم وأنواع أخرى لم تعرف حتى الآن. ويذكر أن حالات من الإغماء والغيبوبة ضربت السلك التعليمي، وعجز مشفى العمليات عن إنعاشها بسبب نقص في كل شيء. كان هذا كل شيء في موجزنا، عودة لمتابعة مسلسل غرفة العمليات. متابعة طيبة. شباب، اللي نحن بالطب أخذناها أنه الغيبوبة يمكن تطول 5 سنين. إيه أخذناها بالسنة الثانية. والله كتير طويل 5 سنين. ما شاء الله حولك. السنة الثانية، بالسنة الأولى أخذناها بمادة المعلومات العامة كمان. دكتور أمجد، الغيبوبة بتطول يعني، بس يعني ما شرط. لا هي أكيد مو شرط يعني، بس حالة مثل الحالة يعني أنا برأيي ما عادت فيه بحياتها. زق من تمك. تعرف شغلة، إذا بتضل هاي الحالة هيك مستحيل. العيش المشترك أهم شيء فيه، ولا كيف نوقف الحرب؟ لازم أول شيء فيه العيش المشترك، بعدين نوقف الحرب. اتفضل انت فرجينا شطارتك، مو انت اللي كاتب النص؟ لك شو كاتب النص وما كاتب النص، شو الحل بايده يعني؟ يا الله ما اشتركون، انا كاتب النص يعني على اساس انه يعني كاتب النص هلا طلعتونا من الحاله كلياتها، ما انتم بالنص كمان. وبالنص تفضلوا
فيقونا العيش المشترك من هاي الغيبوبة اللي فيها. تفضلوا كل واحد ملتهي لي بشغله وبحاله وسلفي. والله يا دكتور أنا ما دخلني أنا تحت التدريب. وأنا طوارئ. وي وي وي. وأنا على المقسم. ألو أختي. عفوا المكالمة خارجية. مين؟ أختي. تهربوا أصلا ما وصل العيش المشترك لهاي الحالة وهاي الغيبوبة من 5 سنين إلا أنتو، لأنكم كذابين. بتحبوا بعض من جوا، ولا واحد منكم بيطيق الثاني. لابسين قناع المحبة والتسامح قدام الناس ومن جوا، ولا حدا منكم بيطيق الثاني. كل واحد فيكم بيتغنى بالتعايش وانتم من جوا، ولا واحد منكم بيطيق الثاني. وضليتوا هيك وعم تكذبوا على حالكم وعم تكذبوا على الناس وعم تكذبوا على الله دخيل اسمه لحتى 5 سنين لهلا العيش المشترك بغيبوبة. وتفضلوا تفضلوا قاعدين كل واحد ملتهي بحاله، كل واحد منكم ملتهي بحاله. ممكن تقولوا لي كيف بدنا نوقف الحرب والعيش المشترك بغيبوبة؟ كيف بدنا نوقف الحرب ومن تحت لتحت لسه بنسأل فلان شو دينه وفلان شو طايفته وفلان من أي منطقة وفلان مين اللي داعمه؟ أصلاً كيف متأملين ترجع البلد ومن جوا كل واحد منكم أنتوا إيه في طائف صغير دعدوش صغير مخبى وبس يلاقي واحد بيشمعه بيلزق فيه مثل المغناطيس وحده 60 جهنم؟ هذا العيش المشترك دي لساته بغيبوبة. ريحوا حالكم وخليكم ملتيين كل واحد. عيش المشترك الله يرحمه. لك ليش عم تقول بصوت واطي يا عمجد؟ قول خلي الدنيا كلها تسمع. لك عاش لك عاش والله شو يا حيح لك شو بقول شو لك ريح نعشو شو نعشو نعشو شو أنا بعرف ما بتنسيني بلادي طينك من طيني شو صار حتى ظلمتيني بالحرب بالحرب بالحرب. عاحد علمنا عاحد علمنا وحسب فهمنا المحدود جدا أنه بالحروب وبظل وجود فوضى كبيرة يفترض بحكومة الدولة المحاربة بين قوسين بفتح الراء أن تتخذ إجراءات تعزز ثقة المواطن بالدولة لحمايتها. انتهت المعلومة وشكرا لإصغائكم. عاحد علمنا. لعمة شو هاد؟ شو بيعرفني؟ أنا شفت صاروخ نزل على البرادات. لعمة على البرادات؟ شو بدنا ناكل؟ هلا وقت الأكل هاد هما. ولك حبيبي برادات الموتى ما برادات الأكل. شباب شو في؟ طمنونا خير إن شاء الله. كلكم بخير؟ الحمد لله كلياتنا بخير. أنت شفت اللي صار؟ لك شفت قذيفة ما بعرف قذيفة تاون عادية نزلت على قسم البرادات. هلا المهم نحن نطمن إذا في أي اتصالات إنه نطمن على الكل. كلكم بخير؟ كل موجود هون؟ إذا بدنا نطمن على حدا بدنا نطمن على الكل. لك أي كل هلا ما كلياتنا هون ليكنا كلياتنا بخير. شو بكون؟ لك ويام ويام وينه؟ لك وينه ويام؟ ويام 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 يا ناصر أنا بدي أروح أشوفه لويام وأنت خليك هون على التليفون. يعني إذا أصير بتنسوني؟ ويام شيل 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 لحظة ما تخ خليكن هادين خليكن هادين. الجملة اللي قالها ما فيها شيء. لحظة شوي حطوا له أكسجين. عادي 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 مغمى عليه بس ما في شيء مغمى عليه. يا شباب مغمى عليه. عملوا تنفس اصطناعي ناصر. ايه لا 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 يسر عرضك تنفس اصطناعي يا زلمه ما عرفنا كيف بطلنا السمسي وين بدك ترجع ترجعنا. موتت الرعب. شباب حطوا له سيروم وشغلته كثير عاديه ما فيها شيء. العمى موتني من الرعبه انا. تفضل عليه قل هو الله احد. شو هالصوت هاد مره ثانيه؟ ما في شيء يا حجي بس هذا صوت قذيفة
قذيفة؟ بطحنا كلياتنا بس قذيفة قذيفة؟ ايه والله فكرته مدفع رمضان، بس ما قلت لي ليش مين عم يقذف على مين؟ حجي هلا مو وقت هذا الحكي، تعي خدي لك ساتر. ساتر؟ يا ساتر، ايه انا بحرب ال 48 ما خفت لخاف هلا، بس ما قلتوا لي شو يعني علقت الحرب؟ يا حجي اي 48 واي اي حرب؟ شو عم تحكي؟ اي 48 انت ونكبه ونكبه؟ معقول تكون عم تحكي عن النكبه؟ لك ينكبوا كرارك، ايه عن النكبه عن النكبه. يوم رحنا لنرجع فلسطين قامت طارت الجوله. وين يا حجي؟ انا فلسطين وانا جولان يا حجي، روحت لنا الغيبوبه الله يسامحك. هذا الحكي قديم كثير، معد يا لك يا شو قديم كثير؟ انا بعرف اني انا قبل شوي سطحت قدام ابكامي وعملنا ثلاثه بواحد وقعده رومانسيه، وما سمعت لك الا قذيفه وصوت قوي. امتى اجيت لعندكم لقيتكم متمطرقين على الارض، بس ما قلتوا لي قذيفه. طيب مين عم يقذف على مين؟ حجي هن يعني هن عم يقصفوا علينا، عم يقصفوا على الشام. هن الله لا يوفقهم ويشل ايديهم مع كل قذيفة بتنزل على الشام. لك حدا بيقذف على الشام؟ والله يا حجة بدك تقلي لهم إلون إلون. أعوذ بالله أنا ما بحكي مع إسرائيلي. شو إلا فهمة اشرح له إلا أحكي عن جد. احكي اشرح لي يا حجي. شو بدي اشرح لك؟ والله اشرح لي. شو الاسم الكريم بلا زغره؟ انا اسمي مكامل. لا حول ولا قوه الا بالله. شوفي يا مكامل الله يخلينا ياكي، تفضل. مو الاسرائيليه اللي عم يقصفوا، يعني هن مو اسرائيليه. مين لك؟ شو بدي اقول لها؟ اللي إسرائيلية بس مو إسرائيلية. هن أولاد البلد، يعني هن أولاد بلد. لا تقولها ما بسمح لك مع من كان قلبي بيرتاح لك، ما بسمح لك، مستحيل. وليش؟ ما بعرف شو إلا هلأ هاي. إلا في أولاد بلد باعوا حالهم للإسرائيلية وعم يقصفوا البلد. إيه وإلا كمان في أولاد بلد تانيين ما عم يقصروا بالقصف. يا شباب انتوا الاثنين. إلا كمان إنه في أولاد بلد جابوا على البلد زبالة العالم وغربتلية العالم وخربوا البلد. إيه وإلا في أولاد بلد أفسد من الفساد عم يخربوا البلد. يا شباب يا دكاترة، أنتوا باعتباركم أولاد بلد مو حلوة هلأ تنشروا غسيلكم الوسخ قدام العالم. يعني هالقذائف حرب أولاد بلد؟ ما أولاد بلد؟ طيب ليش ما وقفتوها؟ ليش ما وقفتوها للحرب؟ لا تجاوبوا، ليش ساكتين؟ جاوبوني. والله يا خالي يعني عم نحاول بس. يا خالي أم كامل طلعي فيه، ركزي معي حبيبتي، الشغلة أكبر بكتير 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 من هالبلد، يعني عم يخربوا البلد من برا البلد ومن جوات البلد. نعم يا خالي الشغلة كبيرة بس مو أكبر ومو أهم من البلد. خالي يعني هي الحرب بدها توقف بس إمتى؟ خلص حجي بصراحة يعني هذا برنامج تلفزيوني، هذا اللي عم تشوفيه كلياته يعني برنامج اسمه غدا قد نلتقي، يعني ما مو حقيقي هذا الحكي اللي عم نعمله كله. هاي الحلقة بالذات كلياتها معمولة مشان نجاوبك عن هذا السؤال اللي عم تسأليه، ليش ما بنوقف الحرب هذا؟ وما عنا ما حدا يبدو رح يعرف يجاوبك يا حج. طيب إذا ما بتقدروا تجاوبوني فيكن تقلولي وينو غوار؟ غوار استشهد.
نوار استشار. الله معك يا نوار. ليش عم تقول بصوت واطي يا أمجد؟ قول وخلي هالدنيا كلها تجمع. الله معك يا غوار، الله معك يا غوار. لازم نحكي لنا شي كلمتين جد. أساساً ما بيسوى نحكي عن الحرب بدون ما نكون جديين شوي، وخصوصاً أنه عم نحكي عن حروب جدية الضحايا فيها بشر، والضحايا البشر والمدنيين تحديداً بكل الحروب بيكونوا أكثر من أي ضحايا تانية. يعني ببساطة لازم نوقف الضحايا والحرب. أساساً طبيعي يكون في صراعات بالعالم، بس يعني في مجال تعملوا لنا الحرب بلا ضحايا؟ يعني حرب طماطم ألوان، حرب مخدات، المهم بالأخير ما يكون في ضحايا، يكون ما في داعي بهالحروب. يعني نصرخ وأوقفوا الحرب. على فكرة في حروب بهالعالم هيك اسمها طماطم وحرب ألوان وحرب مخدات وغيرها، يعني كتير حروب حبوبة، مو بس الحروب يلي كنت عم أعدلكن إياها من العهد القبل الميلاد. طبعا بعد الميلاد بتعرفوا الحروب خير الله، وشعار أوقفوا الحرب أكيد موجود مع وجود البشرية، وعبس إنه يمشي أبدا. كيف ليش مشان إيش؟ ما حدا عنده جواب دقيق لهالمعضلة. بس إنه لو ما كانت هالحروب، سؤال هذا، لو ما كانت، لو إنه كل الحروب أوقفت وخلص، شو كان صار؟ لو ما نشبت هاي الحروب أصلا، البسوس، العالميتين، حرب تشرين الثالثة اللي بدها تصير، يعني مين كان ممكن يكون المستفيد أكتر؟ كان يعني اللي استفادوا من إنه الحروب صارت ولا غيرهم؟ هلا بالعموم الحروب بتصير لأنه في حدا معتدي على حدا، والحق مع حدا، والحدا التاني كمان شايف الحق معه. بس إنه بعمركم شفتوا حدا بيطلع ليقلك أنا أخوض هذه الحرب وأنا ما معي حق، أنا هو المعتدي؟ لا أبدا. أساسا إذا حاولت تعرف مع مين أول واحد يعني خرق هدنة وبلش شي حرب، رح تخسر حياتك، وخصوصا إذا أنت فتت بذاتك بالنص، لأنه الاثنين رح يبلشوا فيك يعني، ويقولوا لك أنه يعني هداك اللي بلش. بس هون لازم أنت تفكر يا وقود الحرب، مين المستفيد من هالحرب؟ عموما كل الحضارات الإنسانية صارت بعد حروب بشعة، بعد ما أوقفوا الحرب. طب شو هي الحضارة يلي ممكن تصير بعد ما نوقف هاي الحرب اللي عايشينها؟ بتمنى ما تفكروا بالموضوع كتير، لأنه واضحة رح نرجع نعيد الإعمار ونكافح الفساد، وهذا يلي ما لازم يوقف أبدا، ولا توقف الحرب عليه لينبت الحشيش. وإذا ببالنا نلتقي، وقد نلتقي، فكر شباب أنا ما يعني وين بدأت تروح القصة، خلونا قد رياض. شو عند في عندك شيء شيء يعني هيك؟ والله طلعنا من هال أوقف هذا ال... لما القلب يتعب حضن الوطن داف، لما الوطن يتعب شيلوا على اكتافي، لما القلب يتعب حضن الوطن دافي، لما الوطن يتعب شيلوا على اكتافي، هذا الوطن امي دمعته من دمي، هذا الوطن امي دمعته من دمي، لما يزيد همي مثل الوطن ما في، لما القلب يتعب حضن الوطن دافي، لما الوطن يتعب شيله على كتافي. ها
هذا الوطن منا قطعت حنين بقلب هذا الوطن نحن وما إلنا غير الحب هذا الوطن منا قطعت حنين بقلب هذا الوطن نحن وما إلنا غير الحب هذا الوطن عيني ترابه على جبيني هذا الوطن عيني ترابه على جبيني الآخر نفس فيني اسمه على شفافي لما القلب يتعب حضن الوطن دافي لما الوطن يتعب شيله على كتافي لما القلب يتعب حضن الوطن دافي لما الوطن يتعب شيله على كتافي لما القلب يتعب حضن الوطن دافي لما الوطن يتعب شيله على كتافي سلام كل الكلام يلي انحكى بيمثل قناعاتنا وخيالنا وأحلامنا فريق غدا قد نلتقي معركة كوناكاس معلش بعيدة كوناكاس لحظة وعاء موبايلي رأيي جبرو مكسر موبايلي لا ليش بنعيده حاسة ثقيل معلش عيدوا اوكي اسال معلش الاستاذ المخرج انا برايي نعيده انا برايي نسال الاستاذ انا برايي نسال الاستاذ المخرجه انا بدي رايي شو له شو منعشه شو هلا يا ورا هريتوا لي الزلمه يا استاذ اسمحوا لنا نعيد يلا بس من دخلت المول مدام جيبوا لنا واحد غير هذا جيبولنا. لا جيبوا لنا واحد غير هذا لأنه هي عم تفلت وعم تعمل لنا أرباب لا فضائل قل هو الله واحد مو أول جملة إليك مكامل شو فضائل قل هو الله عاد يلا عندك الجملة فيك تقوليها أنت عم تلبسي تقوليها وأنت عم تلبسي قلبت مرة للزلمة لما القلب يتعب حضن الوطن دافي لما الوطن يتعب شيله على كتافي لما القلب يتعب حضن الوطن دافي لما الوطن يتعب شيله على كتافي هذا الوطن إمي دمعته من دمي هذا الوطن إمي دمعته من دمي لما يزيد همي مثل الوطن ما في لما القلب يتعب حضن الوطن دافي لما الوطن يتعب شيله على كتافي هذا الوطن منا قطعت حنين بقلب هذا الوطن نحن وما إلنا غير الحب هذا الوطن منا قطعت حنين بقلب هذا الوطن نحن وما إلنا غير الحب هذا الوطن عيني ترابه على جبيني هذا الوطن عيني ترابه على جبيني الآخر نفس فيني اسمه على شفافي لما القلب يتعب حضن الوطن دافي لما الوطن يتعب شيله على كتافي لما القلب يتعب حضن الوطن دافي
لما الوطن يتعب شيله على كتاف، لما القلب يتعب حضن الوطن ده، لما الوطن يتعب شيله على كتاف.